بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بجميع القراء لرواية ست شامية الجزء الأول والفيديو الأول. سنقرأ لكم ما كتب في الصفحات اليمنى مع إضافة بعض التفسيرات والتوضيحات والتي تحتاج إلى أن تكتب في الصفحات اليسرى من قبل المحرر فرجي أو فرج واي. الرواية فيها بحث أو قصص البحث عن تطبيق أو تحويل التقنية، وهذا البحث أو هذه الرحلة للبحث كانت في مدن دبي، وكان فرج واي والمؤلف سويا مدة سنة في فنادق دبي المشهورة الأدرس وجنة في منطقة المارينا. كان الهدف الالتقاء بكثير من الناس ومن الشخصيات الهامة والتي أريد أن يتم اختيارهم لتطبيق التقني. حصلت هناك قصص كثيرة وكانت كلها، وأيضا القصص التي تخص كاوست وتخص بتر رابط وتخص حتى مدة 7 سنوات وحتى مدة 50 عام، كأنه تقنية هي تقنية ليفا تكنولوجي وهي أقل طاقة وأكثر فريش إير أو أكثر أكسجين، الخاصة بالتكييف، تكييف المساحات المفتوحة كما هو موجود في قناة MCH مسافة سمارت في اليوتيوب. هناك مراجع سيدل عنها في الكتاب تخص التكييف المساحات المفتوحة وتقنية ليفا، ولكن كان هناك هدف لفريق ليفا وكان فرجي ويو اي هو يبحثان عن طريقة لبناء أو البداية في تطبيق الحلم الذي يخص مدينة HO2، وكما ورد في الفيديو السابق موجود في القناة العامة MCH مسافة سمارت وموجود في التويتر تحت هاشتاغ HO2City، أي مدينة أكثر أكسجين، وهي مدينة تعمل بدون كهرباء وفيها ماء غني بالأكسجين، إنتاج ماء غني بالأكسجين بدون كهرباء، أي بدون استخدام البترول لإنتاج الكهرباء ولكن استخدام الطاقة البديلة أو الطاقة الشمسية، يعني طاقة مستدامة لإنتاج
الماء المستدام مع السمك، وأيضا إنتاج الهواء غير المتكرر الجديد دائما للعيش في هذه المدينة. هذه المدينة ستنشأ للرواية كمدينة جديدة في مناطق لا يوجد فيها كهرباء، وقد يصل سكانها إلى 10,000 أو 100,000. كأن هذه المدينة هي المدينة أو هي مشابهة للجنة التي هبط منها أبونا آدم وأمنا حواء. نكتفي بهذا القدر ونلقاكم في تسجيل آخر. الآن نستعرض سويا ما سيكتب في الصفحات اليسرى من الكتاب، وهو أتور Arabic Talk of UIHU. كما سبق المدينة الجديدة وهي مثل الجنة كما أسلفنا، يعني فيها الماء من السماء والطاقة من السماء يعملان بنظام سومات، يعني سولر. سومات الكلمة استخلصت من القرآن الكريم في سورة عمة: سراجا وهاجا وكلمة أخرى ماء ثجاجة، ذكر في سورة عمة فاختصرت لسومات أي سولر وهي الطاقة الشمسية، وماء ثجاج ماث. ثجاج فيه إنتاج وفيه حسابات، يعني كل ساعة إنتاج اللي هي كيلوات أور تنتج كمية من الماء من السماء. هنا تكون المدينة HO2، يكون هناك في أكسجين للمدينة لمبانيها ولساحاتها ولمساجدها وأماكن اجتماعاتها، ويكون في إنتاج ماء وإنتاج غذاء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسومات نظام واحد أو خلية، يتم حسابات مات حساب تحسب الكيلوات أور وإنتاج الماء من السماء، ماء الأثير كيلوات أو كيلوغرام أو لتر من الماء يزن كيلوغرام. فالمدينة لها بنية تحتية يتوفر فيها إنتاج الماء واستخدام الماء، ويتوفر فيها الغذاء. إذن المدينة اقتصاديا هي منتجة للماء والهواء
والغذاء والكساء. الماء والهواء مهمين للمدينة وزوار المدينة، والغذاء والكساء إنتاجه أكثر من سكان المدينة، فيذهب للزوار عن طريق التصدير. يعني من يزور المدينة يأخذ معه الماء، يأخذ معه الغذاء والكساء، مثل إنتاج الماء من تمور، وأيضا بعض المنتجات الطبيعية والتي تعلب وتحضر بطريقة للتصدير دون وجود أي مواد صناعية، لتطابق الغذاء الصحي. طبعا ممكن تكون مفرزنة أو معلبة، فيأخذها الزائر معه ويطلب منها. سينتج أيضا مع المدينة HO2 مثل ما أنتج الماء في المدينة الأولى للحضارة الإسلامية المنورة، ومثل ما اقتصاد المدينة المنورة هو الماء والتمر، منتج زراعي. يعني هذه القوة الاقتصادية والميزة النوعية للمدينة المنورة، وليس البترول. وميزة المدينة المنورة إنه من يأتيها محب، يعني على خلاف زيارة مكة المكرمة، من يأتيها لأداء الفرض، فيأتي لمكة المكرمة 10 مليون مثلا في السنة أو أكثر، لكن يزور المدينة المنورة في السنة 5 مليون، يأتي يسلم على النبي وإكراما له، يساهم في أخذ ماء النبي من سماء النبي. الماء ماء النبي ينتج من كل السماء، هي سماء النبي. لو أنتج من إفريقيا أو من المدينة المنورة فهي سماء النبي. أكتفي بهذا القدر وشكرا لكم، ونكمل في تسجيل آخر VR02 من الجزء الأول.